الموضوع كبير، الموضوع كبير يا رجالة. احنا بقالنا أسبوع بنش، مفيش ولا مصلحة. احنا سمعة منطقتنا بقت سمعة أخطر منطقة في البلد كلها. طب ما هو كده نار على زيت حار يا معلم، يعني هو ده المطلوب والناس كده في الكليتش خالص. انكش. نعم. انتش. ماشي. ما لما السمعة تبقى كده ياض، مفيش رجل هتعدي في الحتة. أيوة يا معلم، وفين المشكلة يعني؟ ما دام سمعتنا هي. بلص. إيه؟ خلص. حاضر. وانا قاعد بشتغل الشغلانه دي عشان خاطر السمعه والشهره، ولا بشتغل عشان المكسب ونحقق الجريمه؟ ايوه يعني هنعمل ايه بالظبط بقى يا معلم؟ سفرت. نعم. ما اصل حنكش بينتش وبلص بيخلص، انا مش عارف سفرت ده بيعمل ايه، مش لاقي لك حاجه على وزن سفرت. تعالى لي بكره بالليل بقى الاقي لك حاجه. ماشي يا معلم. اسمعوا يا رجاله، الخطه كالاتي: احنا لازم نبيض سمعتنا ونرجع نخلي الناس تامن للمنطقه دي تاني. لا يا معلم، هو هيكون قصدك قصدك يا بلص، احنا هنوقف اجرام. لا. وهنلغي التثبيت. لا. اجرام. لا. اجرام. لا. قعدت ليه؟ انا قلت تثبيت. اقعدوا. وبعدين يعني يا معلم، احنا نعمل لهم ملاهي يعني ولا نرقص لهم على واحده والنص يا معلم؟ على اخر الزمن يا معلم، كفر الحفاطشه هيبقى متجع. هم حسبه اسبوعين نطمن الناس للمنطقه تاني، الرجل ترجع تمشي وتشتغل، نرجع احنا زي الاول وانيل. افهم. ولا ايه خدتني يا معلم؟ واحد جاي واحد ولا. جاي يلا في السيالة في يلا في يلا في يلا. هاتوا نحسسه بالامان. هاتوا. يا حبيبي اسمك ايه؟ جمال. طب انت عارف عجيب من المنطقه دي؟ امان. 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 امان الامان. امن حته انت عارف عرضوا عليا ياخد في التجمع. ما رضيتش. ليه؟ على التجمع مش امان. مش امان. انت تعرف تمشي في التجمع؟ لا انا هنا، لكن هنا امان. امان. هنا امان. يا جيم انت بتعمل ايه بقى في الشارع الضلمه الامان ده؟ انا والله تايه. رايح فين بقى يا جيمي؟ انا كل حلمي هطلع على اول الشارع. يا معلم احنا لقينا معاه الفلوس دهيه. ولا ولا لقيتها. ايه ده؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. عايزين نأمن الوقت، عايزين نطمن الوقت. طمن. بص يا جمال، ده اجراء كده احنا بنعمله هنا عشان خاطر يعني نطمن الناس ويبقوا في الامان يعني. انت كان معاك كام؟ 600 جنيه. طب ابقى عد فلوسك كويس بقى. ليه فين؟ عشان طلعوا ناقصين دلوقتي. احط من جيبي. اسكت يا معلم. الفيديو ده بقى. خد يا حبيبي. ربنا يخليك. واخد الفلوس دي تعمل ايه بقى؟ راح تقضي مصلحه؟ لا 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 لا، دي فلوس الدرس. فلوس الدرس؟ لا هات حبيبي. ايه ده؟ فين درس اتلغى؟ اسمع ماشي. فين المدرس؟ اسمه ايه؟ عصام تحسين امبراطور الفيزياء. اسم الفيزياء؟ اسمه فيزياء. بسأل مين اصلا؟ اسكت. بص يا حبيبي، ده شيك باسم المستر، تديهوله عشان خاطر الدرس، تقول له امبراطور الامان بيسلم عليك وبيقول لك اتوصل بالفيزياء. يلا اتكل على الله. السلام عليكم. يلا. مش الفيزياء دي بتاعت الحراره والبروده؟ بس حبيبي، بس حبيبي. تعالى تعالى تعالى، استنى استنى استنى، راح فين؟ لا لا والنبي لا. تعالى حبيبي. لا لا تعالى تعالى. لا والنبي لا والنبي. لا. تعالى حبيبي تعالى. تعالى حبيبي ازيك؟ مالك انت ليه بتترعش ليه؟ ليه في ايه؟ ما انا عملت لك حاجه. ما ترعش كده. ايه ايه ايه؟ لا مالك، ما انت خايف من ايه؟ خايف من اشكال عشان اشكالهم دي يعني؟ لا دول فنانين، ده عاملين كده هم قاصدين يعني، هم بيجهزوا حاجه. ايه بيجهزوا؟ يلا 1 2 3 دخل الحرامي وانا نايمه، شوف قله ادبه وانا نايمه. بس حرامي ايه؟ عايز اغنيه ما فيهاش سرقه ما فيهاش حراميه، وبعدين ايه قله ادب؟ هتخلوني قله ادب عليكم؟ بس عايز حاجة محترمة، حاجة محترمة على الهادي، رومانسي. واحد اتنين تلاتة بيبي شارك دودو بيبي شارك دودو. بس ايه ده؟ أنا قلت 100 مرة أنا بقول بيبي شارك، أنت بتقول دودو. أيوه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا معلم. الناس تقول علينا إيه؟ بعدين دودو 6، مين قال 5؟ أنا مش قلت محدش يمد إيده على كلمات الأغاني؟ يس. يلا هقولها طول ورايا. حاضر يا معلم. مامي شارك دو 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 دو. بس حبيبي انا قلت بيبي شارك، انا قلت مامي شارك. شفت ان انت مش مركز؟ معلش ليه؟ طب خلاص ما حبيبي ما انا وريت لك اهو، ما فيش حاجه، ده منتهى التفاهه اساسا، ده قرف اللي عملوه ده. ما
معلش انت لسه انت بردان، ده بردان يا عيني. لا لا ظبط ظبط سفرت عجل يا معلم. اتفضل يا باشا. خد خد يلا غطي العربيه دي، عربيه احنا سارقينها بس سارقينها من واحد حرامي عشان نعرفه ان الحرام ما بيدومش، عشان الدنيا هنا امان يا اسطى، مفيش كلام. الهي ربنا يدفيك. لا يدفيك في الاخره دي مش مريحاني. شتيمه. يعني كده مش بيدعي لي اي حاجه. بس تصدق جبر الخواطر برضو ده انك تدفي حد دي مريحه للنفسيه. ايه ده؟ مساء الرز ابو لبن. انت مين؟ ايه ما تخلينا في الاستخبص. لا 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 يا سيدي المعلمين، استخبص ليه؟ احنا هنا المنطقه مش امان يا ابني. امان امان. احنا ما عندناش حاجه غلط وما عندناش حاجه بتدارى. لا يا راجل. ايه يا عم في ايه ده؟ احنا حتى عندنا كفه ما يلزم علشان خاطر البرد والراحه والدلع. زي ايه؟ عندنا في شاي، في نسكافيه، في نسكويك، في تراميسو، سندوتشات دي بتاخد فلفل الوان، شرايح بصل، مايونيز، كريبات، كل حاجه. لا يركن بقى المنيو ده على جنب عشان انا عايزك في حاجه معينه. حاجه معينه ازاي يعني؟ انا جاي لك في مصلحه. مصلحه يا معلم بقى. يلا يا معلم بقى حركه. بس يا ابني انت وهو مفيش مصالح ولا الكلام ده، في ايه مالك؟ في ايه؟ هتكسفني؟ ده انا جاي لك من بعيد. بعدين دي مصلحه حلوه هيطلع لك منها قرشين حلوين. قرشين يا معلم. قرشين يا معلم. يلا بقى يا معلم الحركه بقى. بس يا ابني انت وهو بس. على فكره انا مش مطمن لك. ليه؟ اصل هو دايما بيبقى اول واحد عادي والتاني عادي والتالت ده هو اللي بيبلغ علينا ويودينا في داهيه. ده منظر واحد يبلغ عليك. انا شفت المشهد ده، اصل السكتشات كلها بتبقى كده. صعب. جربني. جربك؟ جرب. طب المصلحه اللي انت جاي فيها دي سرقه ولا قتل؟ ممنوعات. ممنوعات يا معلم. ممنوعات بقى شغلنا يا معلم. اذا كان ممنوعات يبقى استغفر الله العظيم احنا معاك. لا يا معلم. لا اصل الممنوع مرغوب. دي معروف. بنضحرج المخد. حلاوة على بقلاوة. أنا هنجيب التراميسو بس. عشان قلت لك السكتشات كلها بتخلص كده. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.